صدق حكي المولد نورمال عمي حكيم ماشي نورمال اي اقول يا اخي ماشي صوره تذكاريه جماعيه لا لا خالتي نصيره ما كان والو حبيت نتزوج برك ها على اسم انا ماشي بنادم وعلى 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 قلعتي ولا هكذا وعلى صاي 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 انا ما قلتش ماشي بنادم خلينا نروح ندير الفطور برك من الجياحه والتبهليل تحكم قعد يا ثم واش ميز حميد زوجته باللافج جاتكم نورمال وهذا جاتكم بيزار كاتيجوري وحده اوف يا ناس خافوا ربي هذا راه زواج راح تكون عنده مراه في رقبته يا ولا باريا فوتو في رقبته ملي كان صغير واش خصها لاباري تزيد المراه في رقبته هذا لو حاب يتزوج يعرفها ولا انتو اللي راح تخيروها له ايه ماما كتسمعي راهي تسمعني من وقتاش ولينا نخيرو علاش حنا خيرناك كي تزوجتي الطفله هذه نعرفوها 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 شكون هذه ميرا بنت فضيله ميرا بنت فضيله علاه اسمها انا ماشي بنادم علاه 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 هكذا عاودتي له علاه صادق صاي صاي وليدي صاي لا يا اخي ما لقيتش كاع وين تخير علاه حميد اش كاين كيفاش واش كاين هذوك يشوفوا لعيبه الدبان هذوك دي بيلوط ونفسهم لا لا يا وليدي بالك غلط انا سي محفوظ نعرفه انسان طيب وانسان تاع خير ويحب يدير الخير شوك جاويدا هذوك كان يزيد عنده ولد يبرزو باباريا فوتو هذا تمدلو بنتك انت وانا نقول لكم هادوك الناس يشرطوا حبيبي شكون قالك بلي يشرطوا